إلى حكومة الاحتلال الصهيوني وعلى رأسها نتنياهو. أنت تعلم وأنا أعلم أن الصراع الذي يقوم بيني وبينك صراع عقائدي وجودي أزلي لن ينتهي، وأنا أعلم أنك ستترجم هذا الكلام. الصراع القائم بينك وبين أصحاب الأرض والمسجد صراع عقائدي، والعقيدة تعلم أننا قد نمر بحالات من الضعف المادي، بحالات من شراء الذمم، من حالات من التفرق والشرذمة، هذا موجود، وسيرة نبينا تدل على أنه كان موجود. ونحن نعلم أبناءنا يا رئيس وزراء الاحتلال أن بلالا كان من تحت الصخرة يئن ويقول أحد أحد، وأن أمثالك من أبي لهب وأبي جهل كانوا يقولون لو نعلم عذابا أشد من هذا العذاب لعذبتك، فيقول ولو أعلم كلمة تسوءك أكثر من هذه الكلمة لقلتها. ما تفعله اليوم في المسجد الأقصى يسوءنا، ولا نملك في أيدينا حيلة الآن، ولكن تعلم في كتابك المقدس يقول أجمعك بها يا إسرائيل ثم أذبحك بها ذبحة، وأنت تقرأ هذا في كتابك المقدس، ونحن نقرأ في قرآن العظيم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه فيقتل المسلمون الدجال. هذه رسالة لك يجب أن تعيها وأن تفهم مضمونها ومقتضاها. بإجازة يا دكتور إذا سمحت. رسالة ثانية، رسالة إلى أهلنا المقدسيين. العدو الصهيوني اليوم يحاول أن يصنع شرخا ما بين إدارة الأوقاف الإسلامية وبين المقدسيين، يحاول أن يشق العصا بينكم وبين إدارة الوقف، وأنتم تعون كلامي وتعرفون كيف يصنع. ولذلك رسالتي إلى المقدسيين، إلى المرابطين، ضعوا أيديكم كما أنتم الآن مع مجلس الوقف ومع إدارة الوقف القائمة الآن في المسجد الأقصى. الرسالة الثالثة إلى أهلنا وشعبنا في الأردن، نحن في الأردن خط الدفاع الأخير والأحمر عن المسجد الأقصى، تفرق القوم عنا ولم يبقى إلا نحن، قالها جلالة الملك قبل أشهر، قالوا له خذ لك 100 مليار وتخلى عن القدس، القدس لنا والمصاري مع السلامة، هذه لابد أن نعيها جميعا. في كثير من المواقف قد نختلف مع الحكومة، أعطيت مواقف الحكومة بيننا وبينهم أخذ وعطاء، لكن من الإنصاف أن نتكلم أن وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية، وأنا على اطلاع شخصي، وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية تقوم بدور كبير في تثبيت المقدسيين وفي الدفاع عن حقنا في المسجد الأقصى. نحن نشكر في هذه الزاوية وهذه النقطة، لابد أن نشكر وزارة الأوقاف التي تدير الآن 36 مدرسة في القدس الشريف فيها 20,000 طالب. نشكر وزارة الخارجية على استجابتها الدائمة والمستمرة لكل الأحداث التي تجري هنالك. نحن الآن يجب أن نعترف ليس هنالك مجال للقتال، ولكن وزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والحكومة تقوم بواجبها. نشكر هذه الوزارات ونسأل الله أن يكون التحرير قريبا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. شكرا لك.